ولمناقشة هذه القضية تنضم إلينا من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى بفالح الكوبيسي. مرحبا بك دكتورة. أهلا مرحبا. دكتورة، عند النظر إلى هذا الموضوع، علاقات جديدة مع الصين، اتفاقيات تبرمها الحكومة العراقية، ما رأيك بتلك الاتفاقية التي أبرمتها مع الصين وكيف ستؤثر بالاقتصاد العراقي؟ الاتفاقية العراقية الصينية هي من أغرب الاتفاقيات في التاريخ، لأن هذه الاتفاقية تم وضعها تحت مسمى اتفاقية الصداقة، وبالتالي لا يوجد مثل هذا النوع من المسميات في مجمل قوانين الاتفاقيات وبالأخص الاتفاقيات الاقتصادية. هنالك مسميات اقتصادية قانونية بين الدول في عقد الاتفاقيات، أما اتفاقية الصداقة وبدون شروط جزائية هذا يجر فكرنا إلى نقطة أساسية معينة، أنه في حالة أي خلاف ينوجد في هذه الاتفاقية لسبب أو لآخر، هيئات التحكيم الدولية يجب اللجوء إليها عن هذه الأساس. وهنا أحب أن أنوه أن هيئات التحكيم الدولية دائما تكون معقدة، ولديها من القوانين الدولية من الصعب فك التلاصم لها، وبالتالي لا لدينا من المتخصصين في القانون الدولي يستطيع ان يفهم معنى هذه الاتفاقيه ويستطيع ان يتعامل معها. وان وجد مثل هؤلاء المتخصصون نجد اننا الحكومه بعيده عن هؤلاء كي لا يستطيعوا ان يكتشفوا ما مجمل هذه الاتفاق، وبالتالي سنكون في حال من الفوضى. هذا اول في البدايه. نعم. الاتفاقيه. نعم. طيب دكتورة، يعني الاتفاقية نصت كما تعرفون على مشاريع استثمارية تزيد قيمتها عن 500 مليار دولار مقسمة على 10 سنوات، هل الموازنة تتحمل هذه الاتفاقية؟ هل البيئة الاستثمارية تسمح بنجاحها؟ نعم، أو يعني في بادئ الأمر البيئة الاستثمارية لا تسمح بذلك. أنا لا أعرف لماذا ذهبت الحكومة يعني بالدرجة الأساس إلى الصين. نعم الصين لديها شركاتها اللي خاصة في حقول النفط الجنوبية، هي تحفر منذ يعني عقود، نعم صحيح، وازدادت بعد 2003، ولكن ليس بهذا الشكل اليوم في يومنا هذا بعقد هذه الاتفاقية. هذه الاتفاقية فيها من المجالات التي تخص الاستثمار مشاكل كثيرة، وبالتالي هنالك تعقيدات ومشوبة بالألغاز. هنالك مثلا على سبيل المثال اننا احنا يعني هناك حساب تسويات، وهذا حساب تسويات يتم تصدير نفط 100,000 برميل يوميا بالاسعار العالميه الى الصين، هذا من جانب. من جانب اخر يتم حساب على كل برميل من براميل النفط هذه نسبه تستقطع 1.5% لتعويضات الكويت، وبعد ذلك تزداد الى 3% في عام 2020، لان احنا بدانا بها يفترض من 2019. نعم. 3% على كل برميل، ومن ثم يتم استقطاع 10% لصالح تعويضات الكويت عن صافي عوائد صادراتنا الشهريه، هذا من جهه. من جهه اخرى هذا الحساب الائتماني الذي وضع علينا سقف ائتماني قدره 10 ملايين دولار. نحن يعني عندما نصدر هذه الكمية التي بدأنا بها هي 100,000، خلينا نصل لو فرضنا أننا وصلنا إلى السقف الائتماني يعني أكثر ما يكون هو مليارين تحت سعر نفط 60 دولار، اللي راح يصير عندنا راح يبقى 8 مليارات راح تصبح الصين بمثابة قرض. هذه الأرقام والحسبة كلها دكتورة، بالإضافة إلى ما تخوفت منه رابطة الشفافية في العراق والتي قالت أن الشعب العراقي سيصاب بالصدمة حين يعرف الجوانب المخفية من هذه الصفقة، ما الذي تخفيه هذه الصفقة؟ نعم، هنا الأساس يعني أنه هذه 8 مليارات اللي راح تكون بمثابة قروض راح يكون عليها أسعار فائدة، وأسعار فائدة إحنا سنكون مرتبطين بها، وكما ذكرتم في تقريركم أنه النفط سيكون مرهون لمدة 50 عاما. طيب لماذا ألجأ إلى مثل هذا الخيار؟ ما الأسباب التي تدعني أن ألجأ إلى مثل هذا الخيار ومثل هذه الاتفاقية التي هي طويلة الأمد؟ طيب إحنا كنا في حكومة سابقة عندما تم عقد هذه الاتفاقية، وبالتالي هي غير مسموح لها أن تعقد لفترات زمنية وتربط نفسها بصناديق.
هي سياسية وإنسانية إلى آخره، وهذا كله يدفعنا إلى أنه الأجيال القادمة ستتحمل ديون العراق. إذا نعم هذا الجار جار لك. أيضا هنالك اتفاق يعني بند إضافة على الاتفاق أنه في حالة نجاح هذه الخدمة نعم حجم الإيرادات الخاصة بمئة ألف برميل يوميا إلى سيتم زيادتها إلى 300 ألف برميل يوميا. طيب لماذا قد الدولة الأولى بالرعاية؟ يعني أكو شيء غير مفهوم أنه حتى نعطي رعاية خاصة للصين دون عن بقية نعم. الدول الأخرى. دكتورة بشكل عام أيضا الاتجاه نحو المحور الاقتصادي الصيني هذا الاتجاه العراقي إلى أي مدى يمكن أن يكون سببا في العقوبات التي ستفرضها أمريكا التي تفكر بفرضها أمريكا على العراق؟ نعم يعني إحنا أساسا لو كنا متخذين التعامل ما بيننا وبين الصين كما كان قبل هذه الاتفاقية ما الضير في ذلك؟ يعني لا يوجد أي ضير في أن نتخذ الاتفاقية بشكل عادي ونعمل على التصدير والاستيراد منهم، وإحنا كنا قائمين بذلك. كان حجم التجارة في 2018 30 مليار دولار بيننا وبين الصين لصالح الصين. طيب احنا الان ادخلنا نفسنا صراحه بمثابه عقوبات اقتصاديه نحن نعمل على تطبيقها على انفسنا. هذا هو تفسير نعم. معنى هذه الاتفاقيه. وصلت نعم. الفكره دكتوره هداب فالح الكوبيسي الباحثه والاكاديميه في العلاقات الاقتصاديه الدوليه، كنت معنا من عمان، شكرا لك.